مساءكم بكل خير واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقه الجديده من برنامجكم المشهد والتي نخصصها للحديث عن تقييم المكاسب والاخفاقات التي تحققت خلال الاربع سنوات الماضيه من حكم الرئيس محمد الشيخ الغزواني من وجهه نظر الكونفدراليه الحره لعمال موريتانيا والتي نستضيف امينها العام الساموري والبي في هذه الحلقه. اهلا بك ضيفنا. مرحبا بكم اهلا وسهلا. بدايه لو بدنا معكم كما اسلفنا قبل قليل يعني ما هو تقييمكم على مستوى الكونفدراليه لاربع سنوات مرت من حكم الرئيس محمد الشيخ غزواني. شكرا. اولا اشكر قناه المرابطون لإتاحة لي هذه الفرصه السامحه لنقيم هذه فترة أربع سنوات من حكم محمد الشيخ الغزواني، واللي طبعا نعتبر أنها كانت في الحقيقة أربع سنوات فارقة، والله خسرت لي مهمة وخسرت لي ملية ذيك الناس تنتظر ياسر كانت باللي كانوا فهم تأهدات كبيرة وكانت مصنتة لهم الناس وكنا كاملين ننتظروا فيها في الحقيقة الكثير، غير في النهاية مكان ذا كان محبط وكان في الحقيقة نتيجة ما حصلت. احنا نقولوا لأن ذا النظام أنه خالق جانب ينقال له الجانب الاجتماعي والإنساني والاقتصادي أنه ما أعطاه مكانه ضمن سياساته وهمله بشكل كبير. العمال اللي ينقال له واقعهم الاجتماعي تدهور بشكل كبير من خلال مهرن تدهور القوى الشرائيه، من خلال ارتفاع الاسعار عده مرات مهرن متواصله، من خلال في الحقيقه البطاله اللي لاحقت قاعده تلحق في بلدنا بشكل استثنائي ما يخص مقارنه مع الدول الجوار. ومساء اللي ايضا هذه العقود التاليه كامله ما حصلوا فيها ذا اللي قالوا زيادات الاجور ذا اللي يعدل ويكلم عنه ويطبل عليه ما قالوا زيادات اجور خالق شيء قالوا مرن بريم والله فوائد تنعطى لفئه من فئات مرن الموظفين والله الأمان. لكن هل كانت يعني موجوده في السابق؟ في شيء كان هذا اللي قال عنه نعطى كامل كان مطروح وكان وفاوض عليه من طرف النقابات المهنية في السابق وكان مثلا شيء ما حاصل يا غير أدره هذا أنها رواية مثلا كبروها عن قدها به اللي احنا نعتبره عن زيادة الخلاص اللي يتكلم عنها والله تعدل يلا تشمل تود زيادة شاملة جميع فئات مرن العمال وتود هم اللي لا دبوس الخلاص كيف ينقال ما تود زيادة تبقى في شاكلة ودبوس الخلاص هوك هذا هو اللي واسع عن اللي ينقال له مرن المعاشات عندنا كم اللي عطيفة رجاجه فوت 60 سنة لكن ايضا عفوا عن المقاطعه لكن ايضا يعني هذا النظام لديه ايضا حجج والاخر يتحدث هنا عن 3 سنوات او سنتين على الاقل من نفس الحكم كانت هنالك جائحه كبيره يعني تازم من العالم يعني ككل وايضا هنالك الحرب الروسيه الاوكرانيه لماذا يعني نحمل النظام الموريتاني يعني كل ما حصل وننسى ان هنالك ازمات ايضا عاشها العالم؟ شوف احنا لا نتكلم عن واقعنا احنا كبلد على كل حال 4 ملايين نسمه وعندنا مواردنا اللي نعرفه كاملين وعندنا مقدراتنا كدوله نعرفه لان كان هناك امكانيه مرن ان يخلق شيء ومنين خلقت كل شيء حملي كان هناك ايضا مطلوب تدخلات كبيره ذات الحجم للصعيد الاجتماعي الإنساني والإخلاقي والاقتصادي هذا ما خلق وتمت الفئات ما نقول توفى الضعيفة غير قاعدة الناس كاملة ضعيفة وقاعدة كاملة في نفس الفئة ضعيفة وبالتالي قاعدة كلها قالبوا شاه وقالبوا غداه والدولة ننتظروا منها ما ريناها الدولة في هذه الفترة كاملة بدل من ذوك المواعيد مشاريع كبيرة لتؤود مهرن مدرة بالنفع
فيها تشغيل وفيها مرن منفعة، أو المشاريع ما نجبروا. عقب ذاك إحنا في نفس الفترة كان فيه حقا قبيض الديون الكبير من مؤسسات الدولية، ما عدلنا بهم مشاريع أيضا عندها مرن واقعها مرن هذه الاحتياجات كاملة، ولا عدلنا منها رواية ذاك هي في الحقا قادة أدمجدية، وهي آت دين تخلص وكالوها رجالهم شاو كعبهم الصحاح. هذا هو اللي حصل في الجوانب اللي هي هناك. لكن طبعا هذا ما يتعلق بالسلبيات، لكن كي لا نكون، قد يقول لك البعض طبعا من الخصوم ربما لا نكون يعني متشائمين اكثر، هل هنالك ايضا مكاسب تم تحقيقها ام كل جوانب يعني كانت سلبيه؟ شوف مكاسب ما نقول لك ان ما في مكاسب يا غير، من تؤد مكاسب ما ترقى المستوى انها تنذكر، وتؤد مكاسب في الحق حجم مرن الاحتياج الكبير تؤد حكما تطمس ولا تضعف به اللي يطقع عليها مرن الاساسيات اللي في الحق مؤثرين لواقع الناس ومؤثرين للواقع العام. هذه هي المشكله وهي الاشكاليه. الحكومه عدلت شيء هي اللي متهيدين به، انها عدلت مرن دعم لمجموعه من المواطنين وتقول هي 200 الف وتقول شذاك نبتوا يا غير، اللي هذا كامل يفتقر للشفافيه به اللي منين تعود لي تعدل عمليه ذنبتها واجتماعيه، يا الله تعودوا فم فائلين ما يقدوا ينقصوا منها، ياك يعود في الحق هذا اللي معدل معروف شنو، ويعود اللي تم اشراك الفاعلين اللي يلا يؤدوا ايضا شاكين في ذا وعمليه مثلا لهي يواكبوها. احنا اليوم هذا اللي نقبل من الناس قبلوا من قبلوا هذوك قوم الهياكل التقليديين، ذوك اصحاب الحاكم، ذوك اصحاب الوالي، وهذو اللي صار لهم مرن قريبين من السلطه والنظام، هذو هم اللي اليوم ياسرين في ذيك اللوائح اللي هي. بدل من كان المجتمع المدني قد يلعب فيها دور يمس الناس اللي في الحقائق تقود امس الحاجه اللي ذاك اللي اكو. مع ان هذا بالنسبه لي انا وبالنسبه للكونفدراليه الحره لامال موريتان ما كان هو الطريقه الانشا، كانت الطريقه الانشا هو دعم القدرات من خلال التعاونيات من خلال مؤسسات صغيره مثل هذا ايضا. لكن في الفتره الاخيره كانت هنالك ندوات يعني عقدها مثلا على سبيل المثال ميناء نواكشوط المستقل على مستوى قناة المرابطون، تقينا بشخصيات يعني من العمال من الحمالة بشكل عام، يعني سألناهم وأشادوا بالدور الذي تقوم به السلطات أيضا. ما يقدوا يشيدوا به اللي ما فهم دلائل يعتمدوا إليها هم لإشادة بذلك. ما هو مستوى الدخل ولا هو الأجور المضمونة به لليوم 80 ولا 90% من العمال ما عندهم عقود عمل، إذا عن عمل هش ولا هو مضمون. اليوم 90% من العمال ما هم معلنين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ياك يضمنوا الصبح إلى رترتو يقدروا يجبروا معاشاتهم ويجبروا حقوقهم. هذه المسائل اللي هي يخلط عليها. لكن هل الحكومه تتحمل يعني هذه العقود ام هي يبنية مجرد شركات خاصه؟ لا، تتحملها الحكومه به اللي هي دوله، ودوله عندها قوانين، والدوله هي الحكم، والدوله هي اللي مسؤوله ايضا مع انها حكم بين اطراف الانتاج. يا الله القانون يعود مطبق به، اهم شيء في الدوله هو احترام القانون وتطبيقه. منين تعود مؤسسه معروف ذاك اللي تزاول ومعروف كم يا الله تكتب يا الله تعود مكتتبه ويا الله تعود صندوق الضمان الاجتماعي يعرف ذوي العمال منين ويعودوا مثلا ظروفهم معدله ويعود هذا نقولوا له مراقبين العمل كونترولير ترافاي دورهم هو انهم يراقبوا المؤسسات يا كان في مخالفات يا كان في يد عامله اجنبيه تشتغل على حساب الموريتانيين. واضح. يا كان منين تعود هذا هذه الآلية وتعود الآلية ما هي مفعلة
ولا هي مجسدة، وبالتالي هذا له ضرر منه الفرد به القانون زيك يحميه. عفوا بالحديث أيضا عن الضمان الاجتماعي هنالك أيضا نقطة أخرى، ضمان آخر يعني تفتخر هذه الحكومة به، وهو الضمان الصحي الشامل الذي يعني يتحدث عن الحكومة. هل ترون أن هذا الضمان يعني أيضا هو الآخر وجد من الزخم أكثر ما يستحق؟ شوف الضمان الشامل هذا أنا ما هو عندي وأنت ملق ليس أنه ما هو عندك. سمعت به اللي هو خارج شيء من لا هو بالنهاية يعني المقصود به هو الطبقات يعني متعففة، ما 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 هو بذاك الحجم ولا هو بذيك الصيفة وهم اللي بشروطه. إذا عن ذا كامل إحنا نعرفه مجتمعنا ونعرفه أنه متخلف ونعرفه أن الأمور من ما تبسط له ما يعرف طريقها منين. إذا عن إحنا ما عندنا إدارة تقود كل شيء تقدر تسهله للمواطن، ونين أود المواطن اللي يجلس الإدارة ما يعرف طريقها وطريق مقفولة دائما. إذا هذا هو اللي من المشاكل والمؤوقات اللي في الحقيقة مطروحة أمام الفرد بأنه يحصل على حقه وبأنه أود قد في الحقيقة يسهل له الأمور ياك للولوج لمهرن. إذا يعني هذا ما يتعلق بالمكاسب بشكل عام، يعني التعاطي من جانب الإدارة يعني مع قضايا العمال والعمالة ترون أنه أيضا تراجع. تراجع بشكل كبير واصبح ايضا سلبي باللي احنا نعتبره اليوم ان التجار ورجال الاعمال هم اللي عندهم اليد الطولى في المجالات كل هذه المجالات، ونعتبره ان اليوم مفتشات الشغل ما يقدروا تلاوي يعدلوا عملهم بحريه وباستقلاليه. قوه النفوذ وقوة مرن ضغط رجال الأعمال صبحت الإدارة المسؤولين تفرض وجود وتفرض أيضا واقع، وهذا الواقع في الحق ضحية للأمال. من اللي أودهم اللي في نفس الظروف ما الأمال ما تلا عندهم ذلين قالوا لريكور شكاية من أجل حقوقهم عادوا ضحايا ودم اللي هذا يخلط فيه كبت حريات ملي النقابيه المؤسسه ترفض النقابات عن للأمال عنهم يتنظمون. هنالك ملف اخر يعني كان هو اكثر او اكبر ملف شغل الراي العام الموريتاني فيما يتعلق بالعماله بشكل عام، هو ملف الحماله الذي يعني هنالك اضرابات حصلت في الفتره السابقه، هنالك يعني مشاكل كبيره. كان هذا الملف من اكبر ملفات الشائكه، يعني ملف الحماله وظروف عملهم. يعني هذا النظام ايضا هل ظل الملف يعني كما كان عليه ام ان هنالك تحسن؟ شفت ملف الحماله نقول احنا انه ملف معقد. فضيحة بدي فضيحة منين يسمع به، وفضيحة منين يمشي مرقب باللي ما قد شفنا ولا يقد يصح أن يعقل في دولة أن يؤدوا يسرحوا آلاف الأمال وفضيحة مهرنا هش ومعروف واقعهم، وتؤد الدولة شريكة في العملية وتود الدولة هي اللي مقطية العملية وود في الحقيقة لو لا أن الحراك الحمالة أنه حراك سلمي تود الدولة شهدت ياسر من الاضطرابات الخطيرة باللي أناس مظلمة وعدل لهم ذلك كان في دولة أخرى ماذا اللي يخلق يا غير السلمية وسات عن الحالة مهني وتود في مقارطات. شوف فيه بروتوكول وقع من طرف وزراء دولة شاركة للعملية ورجال الأعمال، هذا البروتوكول وقع 2019 واضحين بنوده عن 2500 وتكتب هذه 2500 ونقال عنها تكتب حين توقيع للبروتوكول بدل من تجسيد البروتوكول باكتتاب ذيك 2500 نقبض منها 500 ونقالوا 2000 وسرحوا واليوم يتعايطوا في الشارع ما سامعهم حد ولا مصنت لهم حد ما مخرص عنهم بإيالهم ما معروف به شواكل ولا شارب ولا مخرص عنهم فيهم مرضى ولا مخرص عنهم مسنين ولا مخرص عنهم هذا ما يعدل ولا تعدل الدولة ولو لود للبدائل
انتم اللي تنقزوا من هون، هذا اللي تخلوا مقاسين الشارع فقط، ما تبحثوا عن بدائل، ياكلوا بها ويشربوا بها. دولة ما تقبض اجراءات ذكيه قد تعود في الحق تحل. قبل ان ننتقل يعني الى السؤال الاخر، في الفتره الاخيره يعني موريتانيا شهدت انتخابات يعني بلديه وتشريعيه، البعض يتحدث ايضا احيانا عن استغلال العمال والعماله بشكل عام في الجوانب السياسيه، هل ترون ان هذا حصل في هذه الانتخابات الاخيره؟ قد الله يعود حصل ودور يعود الله حاصل به اللي في الحق. منين يعود الانتخابات ات مرن تعدل الله بالفضه، والفضه مرن عند رجال محدودين في الدوله نافذين ويتلاعبوا بها ويتلاعبوا بمقدرات الدوله. هذا يحصل بعد وحصل قطعا. منين يعودوا العمال ما عندهم مرن قوتهم الليلي ولا اشرابهم، لا يعودوا الحلقه الضعيفه ويتأثروا بالإقراءات، وهذا حصل ويحصل طبعا. والانتخابات طبعا أنها ما كانت نزيهة ولا كانت ديمقراطية ولا كانت شفافة، وكانت في الحقيقة ملي إلا من الفضائح اللي في الحقيقة احنا نشرهم وماشيين معنا. واضح. إذن يعني في أيضا سؤال آخر متعلق بمستوى التقدم الذي تم تحقيقه في مجال المفاوضات الجماعية وتمثيلية النقابات يعني خلال هذه الفترة، هذه النقطة بالتحديد لو تشرنا إليها. شوف منذ 4 سنوات ما خلقوا مفاوضات اجتماعية ولا خلقوا فهم حوار ذاك ومهرن بين الأطراف الإنتاج من أجل مهرن شد الأخبار في القضايا كاملة المطروحة أو اللي في الحقيقة في بلدان أخرى. هذه أمور جارية كل فترة. شوف 2021 وعدلتها في الدول الأخرى هي مهمة. قال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. هذا المجلس اللي يعدل مرسوم وعين له رئيس ونوابه وهذا الشيء، وكان يلا يقود عنده دور كبير في الحوار الاجتماعي. هذا ولد ميتا هو وخلق، هو نطعت له ميزانية، هو انقرضت ميزانيته ما خلى يسيرها، هو ولا خلى ينشط، هو ما خلى يعدل على اجتماع واحد، هو عنده أمال ما قدوا يخلصوا باطقة حتى خلاصهم، عندهم سنتين ما قدوا يخلصوا. هذا ما نعرفه هنا، كيف نفسره؟ دولة تعدل ذا وتديروا في سقيبة وتربطوا عليه وتعود الصبح تقول احنا دوله مهرنا نعدل الحوار ونعدل هذا، وعندنا مؤسسات اللي تعود ما هي فاعله، ومنين تعود مهرنا مربوقه ولا هي قاعده تعود في الحقيقه تقوم بدورها، والدوله هي اللي ما هي مخليتها تقوم بدورها. هذه اشكاليه وهذا مشكل كبير به اللي احنا اهم شيء يلا عود هو الحوار الاجتماعي. الحوار الاجتماعي يا اساسي به اللي منين نعودوا نتكلموا عن الاطمئنان ونتكلموا عن السلميه ونتكلموا عن الهدوء والاستقرار. هذا بابه الحوار الاجتماعي. تعود مدد تتحاور تتكلم وتتفاهم. على مستوى تمثيليه النقابات يعني ذكرتم ان لديكم نقاط معينه في الموضوع. التمثيليه النقابيه صحيح هذه مشكله. شوف هذه المشكلة المكتب الدولي للشغل هو اللي طرحها من 2008. أنا موريتانيا فيها فوضوية وفيها عشوائية في التنظيمات النقابية اللي مشوشة على المشهد الاجتماعي في الدولة. احنا الدول اللي نعرفه كاملة وفارقة علينا، المغرب فيها 3 نقابات، تونس فيه نقابة واحدة، الجزائر فيه واحدة، السنغال فيه عندهم 5، مالي فيه 2، الدول حالها. احنا فينا 50 نقابة، 50 4 ملايين. الطاقة النشطة المالية في الدولة ما تتخطى 30. احنا فينا 50 نقابة ومع هذا مشاكل العمال ما تنحل. شيء يحلها هذا؟ لا هو الحالة الطبيعية النقابات ياسر يلا كلهم مثلا يكبر 4 عمال يحل مشكلة. هذا ما هم مهنيين
ولا عندهم ملي روح من تعطوا يعني خارطه تريدون تقديمها للمواطن ذكرتموها او العريضه التي ذكرت. نعم عندي عريضه به اللي احنا خليجان مهم ومهم عندي ياسر من الناس لو تقدمها للمشاهد الكريم. هو جانب الاجتماعي المعاشات. شوف احنا 2001 كان شام ضغط للحكومة أنها تزيد سقف المعاشات اشتراكات إياكي أود في الحقائق قد ترتفع نسبة مرن الاقتطاعات اللي تنقبض إياكي مرن يتم تحسين الحال. النقابات ذاك الحوار قدموا عريضة مطلبية. هذه العريضة المطلبية ذا هي تشمل الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص. محاور مرنة هذه أولا القطاع الخاص زيادة المعاشات بنسبة 100% زيادة كافة تعويضات المدفوعة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الأطفال والأمومة والأخطار المهنية زيادتها 100% زيادة مهرن بريم الورثة والمعاش بنسبة 100%. نقطة اثنين القطاع العام معرضة طالبة مراجعة الضمان الاجتماعي في الوظيفة الأمومية الأمومة خاصة ما يخص الأمومة والطفولة التغطية الصحية. مطالب يعني هذا احنا كنا في المفاوضات ومنين طرحنا هذه النقاط كامله حين شويه ما ياسر نقولها لك. تفضل. مراجعه الحد الادنى للاجور بعد كل سنتين بحسب اتفاقيه قط وقعت مع الحكومه 2011 هذا كنا ندوره انه يطبق يفعل. النقطة الأخرى الأخيرة تفعيل آلية تحصيل صندوق الضمان الاجتماعي به اللي كامل ماشي وهذا يعني نحن النقابات به اللي فضلت الأمال ويا الله تنصان ويا الله نعرف ليش الشيء. هذه المسائل اللي هي منين دخلنا في نقاشها يعني لم يتم تحقيق أي مطلب رافضوا لرجال الأعمال تمينا نناقشوها وأن لا ينوقع ولا شيء منين قالوا أنهم ما تلاقوا راجع المفاوضات. لماذا؟ لانهم ما انهم قاعد داخلين في بعض قاعد في الشد الاخبار في ذي الامور اللي هي الدوله حاضره يا الله كانت عندها دور انت هي الحاكم وانت هي اللي قاعده بيناتنا وهذا هذا سابق عريضه لهن هذا اتفقنا العريضه اللي لهن ناقش وقلنا لهم هم الحكومه كانهم قابلين عن النقاط اللي لهن نديروا في العريضه ناقش. قالوا لنا ذوك النقاط اللي عندكم كامله ديروها في عريضه مفتوح باب مفاوضات حولها. اذا عن منين دخلنا في ذا ما خلق نضيف الصاع عن اضافه عن احنا طارحين وكنا نشهدوا الاخبار جانب هذه المعاشات رئيس الدوله جاب في خطابه انه زايد مرنا معاشات 100% في القطاعين الخاص والعام. هذه الزياده اللي هي منين مولي تلاقيه قدم مشوارها عدت مولي متمرمدة على المستوى العام جاتنا نسبة وقال إن النسبة الأخرى لا يجيكم والقطاع الخاص جات نسبة ونسبة الأخرى إلى اليوم ما زال مطالب بها ما فات حصلت. هي الدولة منين تقرشي يا الله تقروا خاصة أن رئيس الدولة منين يعلن رواية يا الله ما تلف مجال عنها ما تخلق مين ذاك يحصل معناها عند الاخر كامل قاع دور الله يؤد ما حاصل فيه محصول. اذا هذه مسائل في الحقيقه انوا منها هذه الناس في الحقيقه وضعيتهم وضعيه اجتماعيه وانسانيه منين تقبض واحد رترت
من استقال من السبعينيات ورتلت في التسعينيات عنده خلاص. لكن انتم ذكرتم قبل قليل عفوا عن المقاطعه، ذكرتم قبل قليل ان هذه يعني النقابات تصل احيانا الى 50 نقابه على مستوى موريتانيا. اذا البعض قد يقول لك ان يعني مستوى العرقله في النهايه لهذه السياسات قد لا تكون حكومة واحدة التي أثرت عليه، بل النقابات يعني بحد ذاتها، أم أنكم ترون أن هذه النقابات تأتي يعني الحكومة هي من أنشأها من أجل تميع هذا الحق؟ شوف هم النقابات ما هي إلا رواية هكذا، نقابات مؤسسات وعندهم مقرات وعندهم أموال وعندهم أدوار وعندهم تقارير وعندهم علاقات وعندهم عندهم عندهم. منين تجيب 50 رجاش أفراد؟ حتى الذين قالوا النقابه ياسر منهم ما يعرف معناها شنو. ومنين تخلي اجتماع شؤون الوزاره عندك 50 رجاش قاعده لك، وذا اللي قال ما تعرف هو شنو يسوى لي كان فيه نتيجه والله ما هي فيه. هذا ما معناه ما يصح معها. ما احنا النقابات دورها صار لها تنظيمات طلائيه تدافع عن المصالح العليا للبلد وتدافع عن مصالح شغيله وتعمل من اجل الرفاه الاجتماعي. لكن هذه المشاكل يعني هذه المشاكل بشكل عام هي مشاكل يعني غير جديده. منذ يعني فترات رئاسيه سابقه البعض يتحدث عن مشاكل لدى العمال، سواء الامر بالحماله، سواء تعلق الامر بالاجور، وهذه الانظمه ايضا ذهبت، تلك الحكومات ايضا يعني لم تعد نفس الحكومات، لكن على مستوى النقابات كانت دائما نفس النقابات. شوف اذا لماذا لا لا, 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 لا لا نقول ان المشكل يعني هو النقابات ليس الحكومات؟ يعني شوف هو لا صنب كان بالافصال ويشري افصالك عاد واعرف اشتريها صعب ولا اطرش وكان لا بعت واقف والله قاعد. اذا هذا لا هو المزال كانوا مزالوا. اذا احنا ما لنا محملين ما حملنا ذاك السابق. سمعت انظمه فاسده وفاشله. سمعت منين يعودوا جميع خيرات البلد اللي هو ما يجد حد يوكل منه ولا يشرب ولا يجد حد يجبر مرن معاشات لائقه كيف الدول المجاوره. احنا منين يعود واحد مرترت اللي له ركاتيه 30 سنه ولا 20 سنه عنده 20,000 ولا 15,000 لا اقول لي 15,000 رجاش عنده أسرة واضح. من هذا واضح يمثل. يعني للأسف المخرج يشير إلى انتهاء الوقت، لكن قبل ذلك في سؤال يعني سؤال مهم وأيضا يطرح على مستوى ساعة بشكل عام. الفترة الأخيرة شهدت يعني هجرة أو نزيف للشباب الموريتاني نحو الولايات المتحدة الأمريكية، هل تأثر قطاعكم أيضا بهذه الهجرة؟ هذا من يتأثر به موريتانيا بكاملها، ما خالي قطاع ما ولا يتأثر به ولا خالق شيء أهم من 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 الطاقة البشرية ومن القدرات الوطنية. ومنين اللي يعود في الحقيقة هذا النزيف هذا الماش هذا اللي خارج ذاك نزيف ونزيف خطير خطير جدا. منين نعود احنا مات لهون امل ولا لهون اتياها اي مهرنا رقاش بالنسبة له شايف عن بصيص امل عنه قد الصبح يعود يجبر تطلعاته والله اماله وقت الناس ماشية كاملة بين هنا هي وسنه معناها ان مات له حد يقدر في الدبوس والله يرفد الدأمود الى ان طاح علينا الصبح والله يجرح حاسي والله. هذا اذا هذا معناه شنو؟ معناها انها دوله فشلت ومعناها انها دوله اجزت ان تسير شؤون البلد. واضح. احنا اللي لورك عقود هذا قال عن في سياسات شباب اللي يعدلوا له قروض ولا يقيس الجنوب ولا يناطاولوا ذاك مات وعدلوا سياسات اخرى ووزاره كامله وزاره تشغيل وياسر من البرامج هاي البرامج كلها وياسر من مئات الملايين اللي ترصد ما قد شفنا برنامج واحد مشروع واحد ناجح وصلت به اللي ما حصلش. المخرج كما اسلفت بشكل انتهاء الوقت الامين العام للكونفدراليه الحره لعمال موريتانيا السامور البي شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. انتم مشاهدينا الكرام شكرا لكم على كرم المتابعه والى اللقاء. شكرا جزيلا. We'll be right back.